أخبار وأجواء الأخبار وآخر التطورات عن الساحة الوطنية والدولية. خلونا نأخذ ملف نقاش لهذا الصباح لنهار اليوم، خصصناه للحديث عن التربية وعن آخر إجراءات وزارة التربية اللي حدد فيها رزنامة الامتحانات النهائية للأطوار الثلاث. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلي مباشرة السيدة فتيحة باشا، عضوة الجمعية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ عبر سكايب. صباح الخير سيدة فتيحة. صباحكم سعيد وصباح الخير لكل الشعب الجزائري حيثما كان، طبعا في الوطن أو خارج الوطن. نعم، طبعا قبل الخوض في غمار هذا النقاش، خليني أسألك إن كنت استمتعتي بهذا الطبق الصباحي معنا اليوم. بالفعل يعني طبق يعني متنوع، يعني صحي، يعني متزن. نعم، نتمنى فقط أنه يستمتع فيها يعني كل على المستوى الوطن، يعني يكونوا الله يبارك يكون عندهم فطور صباح غني. نتمناها إن شاء الله لكل العائلات الجزائرية، خاصة وللتلاميذ المقبلين أو الذاهبين المتوجهين إلى خاصة في فصل الشتاء. أكيد يعني يحتاج أبنائنا. نعم، إلى القوة الصباحية. نعم، وإلى غذاء صحي متنوع. أكيد، يعني مع البرد، مع وخاصة في المناطق الباردة والقاسية. نعم، إن شاء الله. طيب سيدة فتيحة باشا، ندخل في ملف النقاش مباشرة، كيف تقيمون بداية 2020 من الناحية الدراسية؟ لا يعني إن شاء الله يكون تقييم مبارك. نعم، لأن كاملة أنا نعلم على المستوى العالمي وعلى المستوى يعني الوطني، الوطن الجزائر الحبيب، أننا يعني دخلنا في وضع يعني حساس جدا، وضع استثنائي، وكاحنا دولة مسلمة نقولوا إن شاء الله يكون يعني مبارك، يعني يفوت علينا ويخلينا ما يخليش أثر كبيرة، ولكن تفتحوا عيوننا وتغير سلوكاتنا. لأن مهما كان هذا وباء وابتلينا به، نقول فقط كمسلمين الحمد لله. نعم، فقط أننا يعني نجتهد لنخرج من هذا الوباء يعني سالمين غانمين، باحترامنا كما دايما نقوله. نعم، الإجراء الوقائي الصحية. نعم، ونحترم بعضنا بعض إن شاء الله. طيب على صعيد التعليم، على صعيد قطاع التعليم في الجزائر، كيف تقيمون هذه السنة التي كانت استثنائية فقط مش في الجزائر وإنما في كل دول العالم سيدة فتيحة؟ شكرا. بالنسبة للوطن الحبيب، يعني ما نقولوش فقط السنة هذه، ولكن السنة اللي مرت أيضا كانت هناك توترات كثيرة وعاشها أبنائنا، وعاشوها أساتذتنا المحترمين. نعم، وكل الطاقم التربوي، العائلة التربوية يعني من كل الأسلاك. فقط الحمد لله بتضافر الجهود من الوصاية، من المجتمع المدني، من جمعية أولياء التلاميذ، الحمد لله من نقابات التربية، استطعنا أن يعني ننقذ ما يمكن إنقاذه. ليس يعني نقول كانت يعني كما قلوا يعني ان بروجي، يعني كان دي بروبوزيسيون اللي تقدمت السنة الماضية كانت يعني مرتقية، كانت في المستوى. نعم، ولكن يافي ان بريكولاج، يعني كانت هناك بعض كما يقولوا اعمال يعني نقاط صبت يعني في وزارة التربية، في المنظومة التربوية، يعني نقدر نقولوا بطريقة يعني رابيد، يعني كانت هناك امور تصير ما كناش نعرفوا شنو هذا الوباء، ما كناش نعرفوا كيفاش راح نخرجوا منه، كيفاش نتعاملوا معاه. كان فقط اغلق المدارس. نعم، نحبسوا كل شيء. كان هناك انقطاع 7 أشهر على ابنائنا. الوضع اليوم رامي دفعوا ثمن هذا الانقطاع. نعم، ولكن احنا قلنا الحمد لله. نعم، كان المعيار الاول هو اننا ابنائنا يكونوا في صحه جيده، واننا الطاقم التربوي يعني نحميوه. نعم، والحمد لله رانا نشوفوا حتى العودة إلى المدرسة، إلى مقاعد الدراسة، رانا نشوف اليوم أنها لم يكن هناك، يعني الحمد لله رانا نشوف أي مشكل. نعم، أي مشكل. 9 ملايين أبنائنا طبعا في مقاعد الدراسة. سيدة فتيحة باشا، لو توافقين الرأي أنه حياة أبنائنا وتلاميذنا أولى من أي ربما من أي مردود دراسي آخر، لذلك خليني أسألك ربما امتدادات تأثيرات كورونا خلال السنة الماضية، هل تتوقعون أنتم كجمعية أولياء التلاميذ أن تمتد تأثيرات كورونا في سنة 2020 على هذا الموسم الدراسي المقبل؟ كيف يمكن أن تؤثر عليه؟ والله يعني إحنا كجمعية وطنية كما قلت لك نقدنا ما يمكن إنقاذه باش ما يضيعش المردود الدراسي تاع أولادنا. وحتى اليوم الساعة اللي رانا نتحدث عليها هناك توتر، حتى ولو أن هناك تفويج اللي يعني راهو سهل الأمور لبعض الأساتذة، وكان يعني راهي دراسة هادئة
يعني في كل المقاعد الدراسية، ولكن يبقى المشكل العويص هو أننا لا نركز دائما على المواد الأساسية لأبنائنا فقط، يعني لو فوليوم اوغير، يعني كما نشوفوا الحجم الساعي لا يلائم البرنامج، كثافة البرنامج. نعم. وشوفوا بليك اليوم كي ناخذوا على سبيل المثال أبنائنا اللي مقبلين على شهادة البكالوريا، يعني نساء مثلا، يعني الحجم الساعي يعني لا يلائم البرنامج. عندما نشدوا ثلث ساعات المواد العلمية أو المواد يعني المواد العلمية، وانه alors que في الايام العوام العاديه كانوا 6 ساعات في الاسبوع، دوكا يديروا 3 ساعات، 45 دقيقه لا تكفي. يعني رانا نشوفوا امور كثيره، ولكن كما نقولوا سي ان بلون بي، فقط كنا قادرين نروحوا ابعد من هذا، ابعد من هذا. نعم. لو اجتهدت الدوله، لو اجتهدت وزاره التربيه على انها تربط كل الولايات، تربط كل المداشر، كل البلديات ب يعني الانترنت، ويكون عندنا الله يبارك تدفق رائع جدا. نعم. يعني مليح ممتاز، كنا قادرين نلحقوا اننا ندخل لكل البيوت، وان الدراسه تعم في كل الاماكن. طيب وابنائنا ما يكونش عندهم. طيب سيده فتيحه باشا، الا ترين ربما او لا تعتقدين ربما انه المساعي التي باشرتها السلطات في سبيل توفير التعليم عن بعد للجميع، نتحدث ربما عن القناه التلفزيونيه الرسميه التي خصصت لبث الدروس عبر هذه القناة، ربما عن الدروس التي ترسل عن بعد، أترين أن ذلك يمكن أن يكون كافيا، خاصة إذا زدنا له ربما مجهود مضاعف من الأولياء نحو أبنائهم؟ بالفعل، ونقدر نسطر على نقطة أستاذ، نحن على أبواب 2021. نعم. هناك بلدان أراهي يعني ديزاني لوميير علينا حنايا، حنا رانا نواكب العولمة. إذا هذا الجيل احنا مسؤولين عليه. نعم. إلا ما مشيناهش على القاطرة، يعني الحكيمة القاطرة، يعني يمكن أنها تواكب العالم. وإحنا دوكا العالم راهو قرية، راهو غرفة. العالم اليوم ليس قرية، راهو غرفة. نعم. إذا الابن تاعنا اليوم عندما يشوف ماذا يحدث في العالم، يعني اون سول كليك راهو شاف كل التطورات، وعندما يشوف المدرسة تاعو اللي نعم. راهي تمشي ابا دو فورمي، يعني عفوا لهذه العبارة، ابا دو فورمي. نعم. يعني اليوم احنا نتسائلوا، اذا المسؤولين اليوم، احنا دائما كجمعيه وطنيه دائما نخاطبوا المسؤولين، دائما نقول لهم اجتهدوا، المدرسه هي اساس تطور كل المجتمعات. الى ما ركزناش، الى ما وفرناش لهذا الطفل، لهذا الابن، كل الحقوق اللي لازم ينعم بها. واحنا عندما نقول الطفل البريء عندما يدخل المدرسه، احنا اليوم رانا نشوفوا مشاكل كثيره في القطاع التربيه. نعم. طيب. مازالها لحد الان توترات، مشاكل، ثغرات، هناك مشاكل. إذا إلى متى؟ إلى متى؟ طيب سيدة فتيحة باشا، كنت تحدثتي عن نقطة مهمة وهي عن حجم الساعي المخصص للمواد التي يدرسها أبناؤنا وتلاميذتنا، تحدثتي كذلك عن الحجم الساعي المخصص للمواد الأساسية. ألا ترين ربما أنه رزنامة الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة التربية بالأمس جاءت لتتوافق مع هذا الحجم الساعي المخصص لهذا لهذه الدروس؟ لا بالفعل، احنا قلنا بالهيك. نعم. يافي دي بروبوزيسيون، كنا قدمنا اقتراحات، نقابات، كل المجتمع المدني، ولكن نبقى عندما يتعلق الامر بكل عندما يتعلق الامر بالامور البيداغوجيه، احنا دائما كجمعيه وطنيه نقولوا عندنا ثقه كبيره في البيداغوجيين تاعنا، في المفتشين اللي راهم يحرصوا كل الحرص على ان يكون هناك دي بلان. يعني رانا بلان ا شفناه ما مشاش العام اللي فات، ندخلوا في لو بلان بي ان شاء الله هذه السنه، فقط ان يكون هناك يعني حرص على تاطير، حرص على استيعاب واستدراك الابناء نتاعنا الدروس الاساسيه. احنا نقولوا الدروس الاساسيه، كفانا من الحفظ، كفانا من التلقين، نروحوا لي ماتيير اسونسييل، لي ماتيير دي في. وعندنا كم الله يبارك اساتذتنا ما شاء الله. نعم. اساتذتنا ما شاء الله، لان علاش نقولوا 45 دقيقه لكل ماده، والاستاذ ما يقدرش يمد كل ما يستطيع، خاطرش ما يخفلكمش ان هناك حتى ولو متواجد تفويج، هناك تفويج عنده 22 23 تلميذ. اذا الاستاذ عندما يدرس تلاميذ مقبلين على امتحانات رسميه، اذا هل له كل يعني عنده كل يعني الصحه، يعني يقدر يقدم لهذا التلاميذ وفوجين وديفو عنده اكثر، يعني شحال من افواج في اليوم. اذا احنا لازم نخمو ايضا على هذا الاستاذ كيفاش راهو يقدم هذه الدروس. اذا هنا
الحرص يولي على من؟ على عاتق المفتشين. المفتش اليوم ماشي من صلاحيته أنه يقصي على الأستاذ، لا، أنه يرافق الأستاذ، نرافقه لأن الدين تاعنا دين معاملة. أكيد. نرافق الأستاذ، نعطوا له كل الوسائل باش ينجح في تلقين الدروس. طيب. باش ينجح في أنه يلحق المعلومة لهذا الطالب، لهذا التلميذ اللي راح يولي طالب جامعي. أكيد. إن شاء الله. سيدة فتيحة، يعني في أماكن مرموقة للجمعية. نعم سيدة فتيحة باشا، أريد أن أسألك، وأنت عضو الجمعية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ، كان عاما استثنائيا للتعليم في الجزائر، عاما استثنائيا للتعليم في كل العالم، ربما واجبنا اليوم كمجتمع مدني، كجمعيات أولياء التلاميذ، كأولياء التلاميذ، أن نتدارك ما يمكن أن نتداركه من هذه السنة الاستثنائية التي كانت على التعليم في الجزائر. دوركم أنتم كجمعية أولياء التلاميذ في استدراك ما يمكن استدراكه خلال هذا الموسم الدراسي المقبل. والله يعني سؤال وجيه جدا، بارك الله فيك. فقط نقوله لحد الآن، رانا في 2021، لحد الآن المجتمع المدني. نعم. يعني بكل أطواره وبكل يعني خصوصيته ما زال يعاني البيروقراطية. نعاني والبيروقراطية. الآن جمعية وطنية، كجمعية وطنية اللي رانا فيها ما شاء الله نقابات التربية ما شاء الله بالحجم، كل نقابات كل جمعيات اللي راهي تنشط، ما زال بعض الأبواب، ما قوش بعض، أغلبية الأبواب مغلوقة في أوجه المتطوعين مثل أولياء التلاميذ الحريصين على أن ينشطوا ويقدموا، يعني يقدموا ويوفروا في المؤسسة التربوية وين يقرأوا الأبناء تاعهم. إحنا اليوم أبواب الوصايات كلها مفتوحة، كلها مفتوحة، ولكن أبواب مدراء، بعض المدراء المؤسسات سمحهم الله. نعم. يعني يعرفوش، ما عندهم ثقافة التعاون والتضامن مع جمعيات أولياء التلاميذ. نعم. الجمعيات يعني باختصار فقط هي جمعية، مجموعة من أولياء، يعني ما شاء الله عندهم الحكمة، عندهم الثقافة، عندهم هذيك الإرادة أنهم يقدموا، الله يبارك، تطوع، يقدموا ويحرصوا على المدرسة وين يدرسوا الأبناء نتاعهم، ليس فقط أبنائهم هما ولكن أبناء الجزائر، يقدموا يوفروا، وخاصة أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة. نشوفوا العائلات المعوزة تم هنا، نقولوا علاش نقولوا دائما نحرصوا على تحسين ظروف تمدرس أبنائنا التلاميذ. إذا كان تلميذ ما عندوش أدوات مدرسية، تلميذ ما عندوش لباس، هذا الفصل الشتاء ما عندوش وجبة غداء، واليوم الله يبارك شفنا وجبة من ولاية وهران، الله يبارك المضيافة ونحييهم. هل كاين تلميذ على المستوى الوطني يقدر يعني يكسر حبابيت، يكسر له يما حبابيت صباح ياكلها هكذاك؟ دوكا حبابيت ولا تان لوكس بوغ سيغتان فامي، ما نخبوش بالغربال. اذا ويروح الابن تاعنا ويقطع مسافات كبيره، الشتاء والبرد وما عندوش، هنا كيفاش نقولوا مدير مؤسسه يتلقى تلاميذ من هذا النوع؟ نعم، نتمنى حقيقة أن معهم. إذن اليوم أخي الكريم، نعم، جمعيات أولياء التلاميذ، وليس فقط اليوم، إحنا دائما نلتفت. نعم. بها دائما نطالب بها، نقول في كل مؤسسة تربوية لو توجد فيها جمعية أولياء التلاميذ وتتعامل بضمير حي مع مدراء المؤسسات، صدقوني ما نولوش نرفع أي انشغال إلى وزارة التربية. أما مديريات التربية ورؤساء البلديات وولات، نحن دائما نقولوا الوالي الولاية، مدير التربية، مفتش المقاطعة، الوالي المنتدب، الدور تاعهم أنهم يحميونا هذه المؤسسات، يشوفوا يراعيوا من النقائص، وإحنا رانا على بالنا النقائص كثيرة كثيرة جدا. إذا نحن نقولوا نتمنوا إن شاء الله أن كل ما يوجد في الدستور، في المشرع المدرسي يحترم ولو ب80%، إحنا ما راناش نشوفوا 20%. إذا إحنا باسكو كجمعية وطنية عندنا عندنا نتلقاو الانشغالات على المستوى الوطني. صدقوني لو فقط تفتح قناة لي صوت الأولياء وصوت التلميذ أو صوت الطالب الجامعي، صدقوني يكون عندنا إنذار من المنظمات الإنسانية العالمية. لماذا؟ لأننا ما عرفناش نحميو أبنائنا اللي هما أبناء الجزائر. إذا اليوم ما نخبوش الشمس بالغربال، حبينا الأبناء نتاعنا ينجحوا، الدولة تكرس كل ما لديها، وإحنا دولة غنية، وإحنا الجزائر ما شاء الله. نعم. كما راك قلت الصباح ما شاء الله عندنا اختلاف، تنوع في الثقافة، تنوع في كل الميادين، تاريخنا. نعم. عظيم. إذا كيفاش اليوم هذا الابن اللي راه مسؤول على رقبتنا، اللي عنده كل احتياجات، كيفاش في العالم، ما هو الفرق بينه وبين الطفل في نعم في نتمنى حقيقة سيدتي الكريمة أن نتجاوز هذه العقلية الكلاسيكية في التسيير
تصير مؤسسات تربوية، مش مؤسسات تربوية فقط، حتى المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية والثقافية وغيره. البيروقراطية عمت للأسف الشديد سيدة فتيحة باشا. خليني أتحدث معك عن نقطة أخرى مهمة كذلك، نتحدث عن المترشحين الأحرار للامتحانات النهائية. ربما حددت التواريخ، وضع استثنائي، ربما تباعد اجتماعي يمنعهم من أن يلتقوا بأساتذتهم. كيف يمكن أن يكون هذا الموسم الدراسي المقبل بالنسبة للمترشحين الأحرار؟ والله يعني وش نقول لهم؟ أنا أقول لهم اجتهدوا، لأن الله صدقونا يا إخوان، هناك تلاميذ 7 شهور كونفيني وتحصلوا على البكالوريا بمعدل ما شاء الله، وتلاميذ نعرفوهم ونعرفوا تلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، نعرفوا تلاميذ كانت عندهم احتياجات يعني اقتصادية اجتماعية كارثية، كاين اللي فقدوا الأهل تاعهم، الأم أو الأب، وصدقوني كنا يعني كنا نتابعوا كل الأحداث، ولكن صدقوني بالإرادة نتجاوزوا كل شيء. اليوم العائلة الجزائرية يخصها أن نتحدث على الأم الجزائرية، الدور تاعها في تربية الأبناء، نتحدث على الأب الجزائري، أين الدور تاعك في حماية وتسهر على أن الإبن تاعك ماشي واش خصو بورتابل ولا خصو باسكت تاع مليون ولا نو، هل هذا الإبن حقا عطيت له الباجاج الأول اللي هو التربية، نسهر على تربية الأبناء، نغرس فيهم كل ما يمكن نغرسه من الدين، من الأخلاق، من الأخلاق والسلوكات الحميدة، ومن بعد كي نقول ابني عندك العلم هو المستقبل ديالك يا وليدي، يحرص على العلم تاعو مهما كانت ظروف. إذن اليوم المقبلين على كل الامتحانات الرسمية، احنا نقول لهم ما تسناوش نقول لكم يخصكم هذا ولا يخصكم هذا، اجتهدوا، عندكم عندكم المنهاج المدرسي، عندكم الكتب، القليل اللي راكم تدوه من عند الأستاذ الحمد ربي، فقط في البيت اجتهدوا. طبعا نتمنى أيضا، نعم تفضلي، سمحت لي أخي مع الصباح، للدروس الخصوصية، نوليو للدروس بالمقابل، ما نقولوش خصوصية، بالمقابل. أنا أقول لهاد الأساتذة من هذا المنبر الكريم، أقول لهم مش قولهمش خافوا ربي، لأن على بالي خافوا ربي، كونكم عندكم ضمير مهني أخلاقي، ضمير الأستاذ، لأن ضمير الأستاذ راه يتجاوز كل الضمائر، لأن وكاد الأستاذ أن يكون رسولا. ما تدوش الأموال مقابل تقديم العلم، درس اللي راهو يتقدم في المؤسسات التربوية العمومية مجانا، معلاش تبيعوه خارج المدرسة؟ يا ناس خافوا ربي، كاين التلاميذ ما يقدروش، ما نديروش هذا المعيار، هذا الميزان لازم نحيوه، لازم نحيوه. العلم مجان، قدموا لأبنائنا العلم، هذو أبناء الجزائر اللي راهم مخصوصين، عيطوا لهم، ديروا داخل المؤسسات التربوية. وعلاش راكم تديروا هذا الاختلاف وهذا المعيار اللي راهو ما راهوش مليح، راهو يؤدي الأهلاك. شفنا تلاميذ العام اللي فات صدقوني كانوا من أنجب التلاميذ، ولكن ما تحصلوش على البكالوريا لأنهم كانوا يقدموا، كانوا يروحوا الدروس الخصوصية كما قلوا. إذا احنا واش نقولوا؟ الدروس بالمقابل. احنا دائما نقولوا الضمير، الضمير ثم الضمير. هذو ولاد الجزائر، يا ناس حرصوا عليهم في الشارع ووقفوا بالكلمة الطيبة. طيب سيدة، اسمح لي، ونشوفوا هجان، نشوفوا شباب في مقتبل العمر 12 سنة 14 سنة والسجائر في يدهم، يا ناس وقفوا، وقفوا، أهبط من سيارتك، تحدث، أعطي نصيحة طيبة، هادو ولادنا. نعم. عيب علينا احنا رانا اليوم ما ناش خالدين، عيب علينا غدوة جيل يكون مريض. طيب. جيل ما يكون صحي. نعم. وربي وحده برك اللي راهو يعلم كيفاش رانا متقطعين على هذا الجيل اللي راهو جاي، وجيل ذهبي يفون سوليني، وإنه جيل ذكي ومن الأجيال الرائعة، فقط يحتاج إلى تأطير، فقط يحتاج إلى النصيحة، إلى أولياء حريصين ليربيوا على الوزع الديني، ونربوا أولادنا على أنهم يتحكموا ويوقفوا على دراستهم مهما كانت المشاكل، مهما كانت الصعوبات. الدراسة، الأخلاق، هو نجاح كل الأمم. نعم. طيب سيدة فتيحة باشا، عضو الجمعية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ، كنت معي مباشرة في هذا البث عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا. شكرا لك، وهذا شرف لي، وتحية لكم جميعا.